طريقة برمجة ريموت ليكزيز 400 موديل 96 سعودي. الطريقة: حط المفتاح في سويتش، قفل الباب، قفل السنتر لوك، فك باب السايق فقط يدوي، فك الباب، فك الباب، طلع المفتاح، سوي 5 مرات يدوي عن طريق القفل، 1 2 3 4 5. قفل الباب، قفل الباب تمام، فك الباب، سوي 5 تاني مرة، 1 2 3 4 5. طبعا بشويش ما بسرعة، تحط المفتاح في السويتش، تحط على وضع الأون لمدة 3 ثواني أو 4 ثواني، تشيل المفتاح، طفي السيارة، حتقفل البيبان لحالها، تكون ضاغط على الريموت ضغطة وتقفل الباب وتفك الباب، تضغط ثاني مرة على الريموت ويتبرمج الريموت. سلامتكم.